والله صعبة تطلع عليها، يعني صعبة تطلع عليها. اي والله، لان ممنوع التجوال، هاي جمعة وسبت ممنوع التجوال بيها. اي لان الناس اكيد تاثر خلال هاي الفترة ماديا ومعنويا. اي اي صح والله. رايك اليوم الناس على هاي الشهر شلون راح تمارس عاداتها؟ بعد وين ما كنت طالعه، ما كنت طالعه، هي حتى رواتب تاخرت هسه، يعني ماكو مشكله، يعني خطايا المواطن هسه من يجيب، يعني ما العده شغل هسه معزل المحل زين، كان العالم قبل رمضان تسوي قبل يومين ثلاثة ايام اربع يصير حرق، هسه ماكو، لا والله ماكو، العالم تعبانه كلش والله. الله يحييك.